شخص ما اتسخ قليلا. ادخلي إلى الحوض. لا. حسنا، اجلسي هنا إذا. وجدتها. أقلام ملونة ومغرفة، ما الغرض من هذا؟ أوه، إنه يطفو في الماء، كم ذلك رائع! أريد أن ألعب مع السمكة. آه، لقد التقطتها، أحسنتِ. لا مزيد من إقناع الأطفال للاستحمام. أوقات ممتعة للجميع. أمي، لقد خدشت نفسي. أوه لا، دعيني أحضر ضمادة. لا أريد هذا. حسناً إذن. آه، رسم لطيف. ياي. مهلاً، تعالي إلى هنا، دعيني أرى جرحك. آه، هذا يؤلم. دعيني أجرب شيئاً، فقط القليل من الماء. حسناً. حسناً، رائع، هذا لم يؤلم. أوه، لا أعتقد أنه يمكنك فعل ذلك. صغيرتي، لا. كوبي المفضل، ماذا أفعل الآن؟ لحظة واحدة. أوه، أهلاً بالأم الإبداعية. من المؤكد أن الرسم على الكرتون أقل فوضى. هل أعجبك يا صغيرتي؟ أجل. أوه، كما أنه مغطى بجريط لاصق حتى يمكن مسح كل شيء. هذا رائع، سهل جداً. مرحباً يا حلوتي. أوه، حان الوقت لبعض الإبداع. ما عليك سوى طلاء كف طفلك وإلصاقه على غلاف الحافظة. نقص الحواف ونضعها في الفرن حتى تجف وتتقلص. ضعيها في سلسلة جميلة وها قد أصبح لدينا قلادة رائعة. مفاجأة! لدي واحدة لك أيضاً. أوه، هذا رائع حقاً. شعر جميل يا إيميلي. أمي، اربطي لي شعري. بالطبع يا صغيرتي. حسناً، انتهيت. الآن اربطي شعري. لا أعتقد أنها حقاً تجيد هذا. حسناً، أنا متأكدة من أني أستطيع تعليمها. انتظري، انظري. يمكننا التدرب على هذه الدمية. قسميه إلى ثلاث أجزاء وقاطعيها. هكذا؟ بالضبط، أحسنت. هل تريدين المحاولة مجدداً؟ أجل. هذا ما يسمى العمل الجماعي. أهلاً بالفتاة الصغيرة، هل هذه حقيبة والدتك؟ إنها تضع ألعابها فيها. إنها حقيبتي الآن. ماذا؟ تعالي إلى هنا. أوه، هذه لعبة. الأم الذكية هذه لديها فكرة. صنعت حقيبة من اللعبة. يمكنك وضع ألعابك هنا. أرأيتِ؟ لقد أعجبتني. واستعدت أنا حقيبتي. إنها مركزة في الهاتف كثيراً.
مرحبا يا صغيرتي، دعينا نرسم شيئا. لنضع الهاتف جانبا الآن، حسنا؟ هذا صعب. أريد الهاتف. أنا أعرف ما يجب القيام به. اجلبي بعض الألعاب الصغيرة وضعيها على الورق وشغلي الضوء من الجانب لخلق ظل. يمكن لطفلك الصغير أن يرسم على الظل. أرأيتي؟ رسم جميل. أمي، انظري. ياي، جميلة جدا. إنها تشعر بالعطش بعد أكل هذا الشيبس، لكن من الصعب جدا عليها عمل هذا لتحصل على الماء. احذري. دعيني أساعدك يا عزيزتي. ها أنت ذا. حسناً، لدي فكرة. زجاجة صغيرة لتكون مناسبة للأطفال. فقط افتح الغطاء عندما تريد تدفق الماء. لا مزيد من الحوادث. أجل، خذ هذا. أوه، أخيراً. أوه لا. يمكنني إصلاح الأمر. انتظري هنا. أرأيتي؟ خربت دميتي. انتظري تبا. أوه، ماذا سيفعل بالبالون؟ فستان مقاوم للماء. عزيزتي تعالي. إنها تبدو جميلة وعصرية جدا. عمل جيد أيها الأب. أعرف ذلك. حان الوقت لفنجان قهوة جديد. بعض الوقت العائلي الحميم. لكن الأب وابنته يحدثان بعض الفوضى وهما يلعبان التنس. أوبس. توقفا، هذا يكفي. المعذرة، ماذا يحدث هنا؟ أعطني هذا. حسناً. وأنت اجلسا. مفسدة المتعة. لدي شيء لكما، هيا بنا نلعب. أطباق ورقية كمضارب للتنس وبالون بمثابة الكرة. لا مزيد من المزهريات المكسورة. أمر ذكي وممتع. ما الخطب؟ أوه، أتريدين اللحاية؟ لا. أوه، هذا لا يجدي نفعاً. حسناً، سأخذ هذا البالون وأربطه على اللحاية. إيميلي، انظري. ماذا؟ واو، لقد هدأت أخيراً. حان الوقت للأم الطفلة أن تتناول العشاء. لا، لكن ليس من السهل دائما إطعام الأطفال. حسنا. ها قد أتت الطائرة. فتاة مطيعة. طائرة أخرى. ميغان تأخذ الأم الطفلة إلى فصلها. انظري إلى ذلك. أجل. ما كنت لأرغب بهذا. لنذهب.
اجلسي هنا. ها؟ أوه. هل يمكنني رؤية هذا؟ ما هذا؟ مهلاً مهلاً، إنه لي. أريد أن أرى هذا. عندي فكرة. إيميلي، خذي هذا. نجح الأمر. يمكنني أخيراً التركيز على الدراسة. لدي طباشير، أريد أن أرسم أيضاً. قليلاً على هذه الورقة. يا إلهي، الأمر يخرج قليلاً عن السيطرة. لقد رسمت على كل مكان. أوه لا! سأخذ هذا. تعالي معي. أوه! ميغان تضع الأم الطفلة في صندوق كبير. الآن يمكنها الرسم بقدر ما تريد. ممتاز! ورق حمام، سآخذه. يا إلهي، ماذا حدث هنا؟ يبدو وكأنه منزل مومياء. سأقوم فقط ب... آه، إنه أنت. الآن أصبح هناك مومياء. أمسكي بي. خذي هذا. أوه، سأمسك بك. الأم الطفلة تلعب بألعابها. لكن حان وقت الاستحمام. لا. لحظة، وقت الحلوى. سوف تتبعهم إلى الحمام. ها؟ آه! حلوى. واحدة، اثنان. واو، الكثير منها. هيا يا إيميلي. ادخلي إلى الحوض. الاستحمام بهذه الطريقة أكثر متعة. الأم الطفلة تزحف في جميع أنحاء الغرفة. ماذا هناك؟ أنا أعرف، تعالي معي. ميغان تضع كل الأدوات الواقية على الأم الطفلة. أنت الآن بأمان، اذهبي للعب. يمكنها أن تصطدم بأي شيء ولن يؤلمها شيء. الأم الطفلة تركض في أنحاء الغرفة. ربما يمكنني الاستفادة من هذا. انظري. استخدمي الشريط لعمل مسار ألعاب. إليك هذا. جربيها. ها؟
أخيراً تمكنت ميغان من إبقاء الطفلة مشغولة. أنا بحاجة لأخذ هذا الصندوق. أوتش! أوه لا! ميغان ألمت ظهرها. يا إلهي! هذا يؤلم! لحظة! لدي فكرة! سأخذ قميصاً أبيضاً وقلماً وأرسم مسارات قطار عليه، والآن سأرتديه. إيميلي، يمكنك اللعب على ظهري. حسناً. لا مزيد من آلام الظهر. إنها ليست هنا. عليك أن تكوني حذرة جداً إذا كنت ترغبين في تناول الحلوى بحضرة الأطفال. أوه لا! رأت الأم الطفلة ميغان وهي تأخذ الحلوى. أوه واو! يا إلهي! ماذا؟ ستأتين معي. ميغان تضع الأم الطفلة في سجن الخضروات. يمكنك أن تأكلي بعض البروكلي. وأنا سأتناول هذه الحلوى. هل تريدينها؟ نعم. لذيذ. حسناً متابعينا الرائعين، ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ إذا أعجبكم مقطع الفيديو هذا فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا، وأيضاً فعلوا زر التنبيهات للحصول على المزيد من القصص الرائعة مثل هذه. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.